اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه في السهره الرمضانيه في برنامج الاهلي في رمضان. زي ما اتكلمنا في الانترو في العديد من الموضوعات والتفاصيل، جاء موعد الفقره الحواريه عشان نلقي الضوء على هذه التفاصيل باستفاضه وشرح اكتر من خلال ضيوفنا اللي منورنا النهارده عبر شاشه قناه النادي الاهلي. هم مش ضيوفنا، هم اصحاب بيت بالتاكيد. في البدايه برحب بالكابتن محمد حشيش، نجم النادي الاهلي واحد ابرز لاعبي النادي الاهلي في حقبه الزمنيه في السبعينات والثمانينات، وبالتاكيد بنسعد بوجوده النهارده معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن حشيش منور الدنيا واهلا بيك. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا منور؟ اهلا بيك. منورين، وكابتن جمال طبعا منور، ربنا يخليك. ايضا كمان الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الاستاذ جمال الزهيري، الناقد الرياضي الكبير بمؤسسه اخبار اليوم. استاذ جمال اهلا بحضرتك. أهلاً بيك وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ جمال، منورنا. سعيد بوجودي معاكم طبعا، واديتوني فرصه يعني اطلع مع كابتن حشيش. حبيبي. لا العفو، نجم يعني طبعا. لا انا اعرفه طبعا من سنين طويله، حوالي ثلاث سنين حوالي كمان. احنا النهارده بالتاكيد في الفقره الحواريه وفي الجزء الثاني من برنامج الاهلي في رمضان، معانا بقى الشيف محمد عبد الباقي خطاب، بالتاكيد بنسعد بوجوده النهارده معانا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. وبالتاكيد النهارده بقى بيجهز لنا سحور يعني في تفاصيل كتير كده في البلاكن. في البدايه ارحب بيه شيف محمد، مساء الخير عليكم وكل سنه وانتم طيب. النهارده السحور مميز مميز بمناسبه افتتاح الاستاد الجديد. يا مسهل. كويس، تمام، زي الفل. سهره ان شاء الله تكون سهره سعيده وبنسعد بوجودكم دايما معانا. شويه وهنرجع لك تقول لنا ايه بقى الانواع اللي على السحور ان شاء الله، لان دي جزئيه مهمه برضو، صح ولا ايه؟ طبعا نطمن، دي اهم حاجه، بكره اهم، ده مستقبلنا. كابتن حشيش، يعني في البدايه طبعا عايز ابتدي معاك باستاد النادي الاهلي، وحضرتك النهارده كنت متواجد في الحدث المهم ده ووضع حجر اساس استاد النادي الاهلي، وحلم طال انتظاره وبنشوفه النهارده بيتحقق على ارض الواقع. في الاول، بما انك احد ابناء النادي الاهلي واحد نجوم النادي الاهلي في تاريخه، اوصف لي شعورك وانت بتحضر اللحظات دي، ومدى اهميه كمان ان النادي الاهلي يكون عنده استاد خاص بيه. يعني طبعا قبل ما اتكلم في اي حاجه، عايز بس اوجه التهنئه للاخوه والاصدقاء والاحباب، طبعا الاخوه المسيحيين بمناسبه طبعا عيد القيامه المجيد. أكيد. وكل سنه وهم طيبين، شريك طبعا رئيسي في طبعاً. في البلد يعني. عايز اقول لك بقى على شعوري ده، يعني بالترتيب كده واحده واحده، لما لقيت الدعوه اللي متوجهه لي طبعا من قبل كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي ومجلس الاداره، انا سعدت جدا يعني، لان انك يعني تفتكرني في هذه المناسبه اللي كان حلم بالنسبه لنا. واحد من اللعيبه اللي كان عندهم حلم كبير ان يشوف استاد للنادي الاهلي. كنت بقعد يعني فترات كتيره جدا اقول يعني معقول النادي الاهلي بقدمه 1907 وبتاريخه وانجازاته ونادي القرن الافريقي وعدى المحليه على القاريه وبعد كده تخطى بقى للعالميه بالزبط. ما يبقاش عنده استاد، وفي انديه كتير بره بنشوفها اقل انجازات كتير جدا من النادي الاهلي ما عندهمش نفس الاستاد. يعني طبعا كان دي بتسبب يعني زعل، انما الحمد لله الحمد لله ان مجلس اداره النادي الاهلي زي ما وعد اوفى. ويمكن انا بقول دايما يعني هتكلم شويه برضو على يعني مجلس الاداره وبالذات كابتن محمود الخطيب، يمكن السلوجان اللي خدوه في الحمله الانتخابيه اللي هو مبادئ وتطوير وتاريخ، اتحقق الحمد لله بالكامل، وكان نتاج ليه. يعني لو اتكلمنا على التاريخ، طبعا تاريخ النادي الاهلي معروف لدى الناس كلها. خلال الفتره بتاعه مجلس الاداره الحاليه طبعا زود انجازات طبعا النادي الاهلي، وضاف لتاريخ النادي الاهلي واسرى تاريخ النادي الاهلي بانجازات كبيره. كمان المبادئ، وانا عايز اتكلم فيها برضو المبادئ، لان برضو النادي الاهلي المبادئ موجوده من منذ انشائه، موجوده وبنشوفها على ارض الواقع كمان خلال فترات كانت حساسه قوي، بالتحديد في الفتره الاخيره الحاليه لمجلس اداره النادي الاهلي. الفتره الاخيره في عهد المجلس الحالي كان في طبعا مهاترات كثيره جدا من جانب اشخاص كثيره، وفي اساءات بالغه، كانت تحديات في الحقيقه طبعاً. تحديات مهمه قوي. النادي الاهلي ما انسقش ورا هذه الاساءات بانه يرد ويدخل بقى في مهاترات يعني، انما التزم الصمت ورد على هذه الاساءات بالانجازات بالضبط. اللي احنا شايفينها، التطوير اللي اتعمل خلال الفتره الاخيره في النادي الاهلي،
من فروع كتيرة اتعملت زي التجمع إن شاء الله بإذن الله، اتحط حجر الأساس، زايد اكتمل فرع الأقصر طبعا بقى موجود، ولسه في فروع تانية. التطوير اللي داخل كمان الفروع، شفنا الأسوار النادي الأهلي اللي بقت مميزة على مستوى العالم كله، البوابات الشيك أو اللي اتعملت مع شعار النادي الأهلي، كمان الإضافة اللي حصلت السنة دي في قناة النادي الأهلي، وأنا عشان من أبناء القناة فمتابع طبعا. خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا حصل طفرة كبيرة في الاستوديوهات وفي التقنية وفي حاجات كثيرة جدا جدا تليق باسم النادي الأهلي. تطوير كمان من خلال زيادة الاستثمارات وأوجه الاستثمارات في النادي الأهلي، وشفنا ميزانية النادي الأهلي دلوقتي بقت إيه، إنجازات من ناحية النتائج وفرقة الكورة والألعاب الحقيقة التانية كلها. فعلا يعني كل الحاجات دي بنسعد بيها، بس كل ده اتغلف بقى بأهم حاجة وهو الاستاد. النهاردة اتحط حجر الأساس في استاد النادي الأهلي اللي إن شاء الله يبقى يعني إن شاء الله بإذن الله إضافة طبعاً كبيرة للنادي الأهلي وأصل من أصول النادي الأهلي الكبيرة اللي هتبقى موجودة، زائد كمان إنه هيبقى إضافة للبنية التحتية لطبعاً استادات مصر بالزبط. بس طبعاً نكهة النادي الأهلي بتفوق أي نكهة تانية أكيد. إضافة طبعاً يعني استاد القاهرة العظيم واستاد اسكندرية واستاد تانية، استاد النادي الأهلي الناس كلها مستنياه، وأنا كنت سعيد جداً جداً بحضوري النهاردة لي حط حجر الاساس النهارده للاستاد النادي الاهلي اللي بتمنى طبعا ربنا يدينا العمر كلنا ونحضر الافتتاح ان شاء الله باذن الله. طيب استاذ جمال الزهيري، يمكن هسالك بقى بس بجانب كراجل ناقد رياضي وصحفي وليك تاريخ كبير وباع طويل في الرياضه المصريه وحضرت مناسبات عديده سواء كرويه او حتى افتتاح لملاعب عديده في الفترات السابقه، رصدت ازاي هذا الموضوع النهارده ورؤيتك لهذا الحدث الرياضي الكبير سواء بالنسبه للنادي الاهلي على المستوى الخاص او بالنسبه للرياضه المصريه بشكل عام؟ اولا طبعا انا بشكر كابتن حشيش ان هو يعني ربط مجموعه من الاحداث، يعني بدايه من الانجازات على مستوى فريق الكوره، الافرع اللي تم افتتاحها تابعه للنادي الاهلي، ثم النهارده انا بعتقد انه في ذكرى او يعني مرور 114 سنه على انشاء النادي الاهلي، يعني شيء رائع جدا ان يوجد استاد باسم النادي الاهلي، مش مهم هيخلص امتى، المهم ان انت حطيت حجر الاساس وهو ده الاصل في الموضوع طبعا. ويمكن انا لفت نظري برضو من خلال كابتن محمود الخطيب النهارده كلامه او كلمته في وضع حجر الاساس، انه مساله التمويل جايه باسم النادي الاهلي، يعني ليس انا مش شايف ان هيبقى فيها ادنى مشكله، لان انت بتسوق لاسم هو اصلا موجود، يعني مش حاجه جديده، ده النادي الاهلي ده نادي عريق لوحده براند بالظبط، ده براند موجود وبراند مرتبط كمان مش مجرد اسم وجمهور، لا بطولات طبعا، يعني لما تيجي تحسب ان الملعب ده سينشا بعد كل هذه الانجازات اللي تحققت، يعني يمكن زمان انا ما لحقتهاش قوي لما كانت المباريات في استاد التتش، يعني كنا يعني ما نوعاش عليها، انما برضو احساس الجمهور وهو بيروح ملعبه اللي مرتبط بيه استاد مختار التتش اللي هو في الجزيره، الملعب القديم ده، يعني انا فاكر وانا مثلا لما كنت بروح اتفرج على تمرينات او على مباريات وديه او شيء من هذا القبيل، انا كنت بروح عشان اشوف او احس بالمكان ده تراث، يعني لا مجرد ان انت تحس ان انت جوه النادي الاهلي، غير بقى ان هو يبقى في استاد القاهره مع كل الاحترام او في اي ملعب اخر، لا يعني وجود جمهور النادي الاهلي ان شاء الله ولعيبة النادي الأهلي جوه مكان بيحمل اسم النادي الأهلي، أعتقد أنه معنى يعني إن شاء الله يكون مختلف، والأجيال اللي جاية هتبقى أكثر سعادة بهذا الأمر، يعني حظهم هيبقى أفضل من الأجيال السابقة أو الأجيال الحالية اللي ممكن بعضهم يلحق بعضهم ما يلحقش، إنما الأجيال القادمة هيبقى شيء جميل جدا، والمكان نفسه في الشيخ زايد اعتقد انه هيبقى مميز، لانه موقعه كمان هيبقى سهل جدا اكيد كطرق مواصلات،
يعني والله يا استاذ جمال حتى لو موقعه مش سهل جمهور النادي الاهلي لا لا يروح 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 لا لا جمهوره يروح يروح بس هو موقع متميز سواء على الطريق طبعًا الصحراوي طبعًا او من داخل مدينه الشيخ زايد صحيح. اعتقد ان المكان هيبقى مميز جدا ويمكن برضو الكابتن النهارده وهو بيتكلم بيقول انه على بعد 100 متر هيبقى الطريق الصحراوي طريق اسكندريه مصر طريق مصر اسكندريه الصحراوي فبالتالي انا شايف ان هو ده انجاز كبير وترجمه لبرنامج عائله الاهلي والسلوجان برضو اللي قال عليه الكابتن حشيش انه النادي الاهلي مش بس بيشتغل في اطار واحد لا يعني عنده اكتر من اطار هو شغال فيه اكيد وبيحاول بقدر الامكان يوفي التزاماته سواء تجاه الاعضاء تجاه اللعيبه تجاه الفرق الرياضيه تجاه الجماهير كل ده في 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 نفس واحد زي ما بيقولوا رغم كل الصعوبات وال والمقالب والتركات اللي كانت بتتعمل والظروف اللي احنا خلال خلال الاربع سنين يعني طبعا. يعني كان في كمان مواقف صعبه جدا مر بيها هذا المجلس اترجمت بقى انه برضو ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبش المجتهد طبعا يعني السنه اللي فاتت دي كانت تتويج في عز الازمات طبعا والكورونا اللي هي المشاكل الطبيعيه والمشاكل الصناعيه دي صعوبه الانجازات بالظبط خلال فتره المجلس صحيح. اللي ما كملتش اربع سنين انك تعمل الانجازات دي كلها في ظل وجود سنتين من الكورونا بالظبط يعني سنتين من الكورونا وطبعا الحاله الاقتصاديه اللي هو ده تحدي تحدي كبير جدا قله الموارد عدم كمان دخول الجماهير لحضور المباريات كإيراد وكده مهم جدا طبعا يعني يعني انا هعقب بس على حته صغيره بتاع الاستاذ جمال حته استاد مختار التتش لان انا لعبت في الاستاد ده واتمرنت عليه ولعبت مباريات وديه جميل قوي انك يعني تبقى بتلعب على الارض بتاعتك على الاستاد بتاعك على الحته اللي بتتمرن عليها بتفرق كتير جدا جدا ما يقعدش النادي الاهلي يختار يقول لي ايه كل سنه انا هلعب على استاد القاهره لا انا هلعب على مش عارف استاد هيبقى معروف خلاص الملعب بتاعك ايه وبعدين ايه بقى في جزئيه مهمه قوي اللي هي محمد سريعا بس اللي هي بخصوص الصيانه مش هتلاقي بقى الاستاد اصل الاستاد الفلاني فيه صيانه لا هو بتاعك انت انت اللي بتعمل صيانتك بنفسك وانت في اللي حاجه كمان يا امير ارضيه الملعب تعود عليها وحجم الملعب نفسه بالنسبه للعيبه انت عارف في ملاعب عريضه بالزبط شويه بالزبط. في ملاعب ضيقه انك تتمرن وتبقى ده ملعبك حافظه طول النجيله جمال يعني الحاجات دي بتفرق في الاحساس والفنيات مع اللعيب احساسه ان هو في ملعبه دي حاجه كبيره بالنسبه لك طب ومدرب قريب من الملعب بالظبط كده طيب في لقاء مهم جدا مع سياده العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس اداره شركه استادات الوطنيه بالتاكيد بيقول كلام مهم جدا متعلق النهارده بوضع حجر الاساس لاستاد النادي الاهلي بيتكلم انه عاش فتره داخل النادي الاهلي ايام ما كان طبعا مدير تنفيذي في النادي الاهلي وشاف المشروع ده من خلال اوراق في الفتره السابقه وخلاص هيترجم على ارض الواقع الفتره الجايه ومن خلال وجوده في شركه استادات بالتاكيد عنده يعني التطلعات الفتره الجايه باذن الله يكون المشروع ده باذن الله نواه للنجاح الفتره الجايه عشان نشوف من خلال استاد الاهلي حدث استثمار كبير جدا ورياضي واقتصادي للنادي الاهلي ولكل القطاعات الرياضيه في مصر نتابع طبعا سيادة العميد برحب بيك في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي الحمد لله حلم اصبح يعني حقيقه احنا واقفين دلوقتي على ارض الواقع حدث هام جدا وطبعا يعني حضور حضرتك عايزه اعرف اكتر منك عن الحلم اللي بات حقيقه واللي كل الناس كانت مستنياه خاصه جماهير النادي الاهلي طبعا هو زي ما انت بتقولي كده حلم وان شاء الله باذن الله هيتحقق وحلم بقى اول خطوه فيه مهمه جدا جدا يمكن الواحد بيتشرف اللي هو كان مشارك في احداث كتيره في تاريخ النادي الاهلي حقبة زمنية من 2018 لغاية وقتنا هذا دينا الشرف اللي أنا أكون مدير تنفيذي للفترة دي طبعا ده حلم كل الأهلوية مجلس إدارة النادي الأهلي مع كابتن محمود الخطيب حققنا حاجات كتير جدا كنا كلنا بنحلم بيها مستوى تطوير البنية التحتية تطوير الإنشاءات تغيير الشكل العام بتاع الفروع النادي النهاردة أول خطوة كنت خدتيها اللي أنت اسم النادي الأهلي اتحط على استاد اللي هو الأهلي السلام وي النهاردة أنت بتحققي بقى بداية حلم حقيقي وهو ده اللي احنا كنا قلناه قبل كده والناس ما كانتش مصدقة اللي احنا اما فاكر اللي حط الاسم على استاد السلام اللي احنا كده خلاص وقفنا لا هو ده الحلم الحقيقي بتاعنا فعلا ازاي
هنبني استادنا بجد ان شاء الله باذن الله، وتكون فتره زمنيه كويسه. يمكن انا في مره من المرات قلت اللي مش هيستغل وجود سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقت ده ومؤسسات الدوله اللي بتجري عشان تعمل تنميه في كل مكان، هتروح عليه فرصه كبيره جدا. النادي الاهلي في فتره سياده الرئيس مع المؤسسات الدوله الموجوده قدر يحصل على تراخيص كتيره جدا كانت واقفه من سنه 92. يمكن كابتن عادل قاعد في الاستوديو دلوقتي يبقى عارف اكتر مني الكلام ده. مدينه نصر انت ما كنتيش بتقدري تحطي يعني مسمار، النهارده انت بتعملي سور مدينه نصر على طريق النصر مع حسن المامون، بتغير الشكل العام بالكامل، عملتي منطقه الفوت كورت الجديده هنا في الشيخ زايد عشان تاخدي الموافقات زي ما كابتن خطيب قال، عشان تاخدي موافقات. احنا بقالنا فتره كبيره جدا بنجري عشان ناخد الموافقات دي، وكنا وصلنا النهارده للنقطه دي بوجود سيد وزير الاسكان وسيد وزير الشباب والرياضه ومعالي المحافظ. ده في حد ذاتها انجاز كبير لازم نبارك فيه لكل اهلاوي، بنبارك للأهلوية بصفة خاصة، بنبارك للرياضة المصرية بصفة عامة، لأن الاستاد ده إن شاء الله بإذن الله هيكون للفترة اللي جاية خطوات كويسة قوي قوي قوي، ونحقق الحلم فيه، ويمكن 2030 يتلعب عليه ماتشات كأس عالم بإذن الله. إن شاء الله. سيادة العميد، آخد من كلام حضرتك اتكلمت عن جهود الدولة المبذولة يعني من قبل كل القائمين، كمان إن يعني يتم وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي، ولكن عايزة أعرف يعني ده بيعكس إزاي الصورة لمؤسسات الدولة الرياضية إنه بيتم الجهود المبذولة دي كلها من قبل الدولة؟ شوفي، هو انت النهارده تاني طالما في مؤسسات دولة بتتحرك بجدية وبتتحرك بمصداقية وبتتحرك بالقوة، اللي مش هيستغل الفرصة دي مش هيلاقيها تاني. النادي الأهلي النهارده ما بيتكلمش كتير، النادي الأهلي النهارده اتعود اللي هو يشتغل بس. نتيجة اللي انت بتشتغلي بس وبتتحركي وبتشوفي النهارده اتجاهات الدولة رايحة فين، انت النهارده الدولة بتنمي في كل مكان. وزير الإسكان النهارده قال لك افتكروا اللحظة دي انتوا واقفين في صحراء، بعد 10 سنين شوفوا هيبقى شكلها عامل ازاي. يمكن أنا عشان ما نتكلمش على حاجة تانية، أنا لما رحت واتشرفت اللي أنا رحت يعني مع النادي الأهلي ورحت شركة السات، احنا النهارده عندنا مشروع تاني بنعمر في 15 محافظة، بنعمل شكل جديد في 15 محافظة. النهارده الناس بتتحرك في كل مكان، كل الناس هي دي اسمها الحركة الرياضية والطفرة الرياضية اللي انت هتاخدي ان شاء الله نتائجها في الفترة اللي جاية. لكل ما بقى عندك ملاعب موجودة بشكل كويس، كل ما بقى عندك النهاردة أماكن للتدريب بشكل كويس، هنوصل للناتج اللي احنا يبقى عندنا نحقق حلم. عندنا 1000 محمد صلاح، عندنا 1000 فريدة عثمان، عندنا 1000 أبطال كتير، مش عايز أقول اسم حد وأنسى حد. هو ده اللي احنا عايزينه. مصر تقدر، مصر تقدر بمؤسساتها، مصر تقدر بمؤسساتها الوطنية. أنا واحد من الناس بعتز أنا في النادي الأهلي، وفي أندية كتير جدا برضو نفس القصة عايزة تشتغل وعايزة تخدم، ولكن احنا بنقول لازم الناس تشتغل في صمت، لازم الناس تعرف وتدرس هي عايزة تعمل ايه. النادي الأهلي يمكن عودنا من واحنا صغيرين نحلم حلم يبقى حقيقة، ازاي بالمجهود بالتعب. عمرنا ما بنقف عند حاجة معينة، ممكن نخسر بس بنقوم بننظف هدومنا بنتحرك تاني وبنشتغل. اي مكان انت موجوده فيه بتخدمي فيه بلدك اولا، ودايما بتحافظي اللي انت تنتمي للنادي الاهلي. فربنا يوفقكم ان شاء الله، الحلم ده هيبقى انتوا اللي هتشوفوه، نتمنى ان احنا نشوفه معاكم باذن الله، ونبقى قاعدين في اول مباراه مع بعض ان شاء الله باذن الله. طبعا دي كانت تصريحات العميد محمد مرجان نائب رئيس شركه استادات الوطنيه، وتصريحات اكيد مهمه جدا. بالمناسبه كابتن حشيش، احنا الثلاثة ومساكنين في منطقة واحدة في المقطم، فالمفروض يعملوا لنا فرع النادي الاهلي هناك، بس اهل المقطم اهل المقطم. طيب اكيد تصريحات كانت مهمة، لكن مستمرين في الحديث على يعني هذا الحدث الهام يا كابتن حشيش. وكنا بنتكلم واحنا بنسمع كلمة العميد محمد مرجان على التحديات اللي مر بيها مجلس إدارة النادي الاهلي على مدار 3 سنوات ونص لحد دلوقتي، سواء كورونا سواء مشاكل قبل كده، امور كانت كتير جدا. أستاذ جمال قال لنا إيه؟ قال فترة وعدت، بس النقطة الأهم إن هي فترة عدت وبإنجازات، فدي طبعاً حاجة في الحقيقة تحصل لمجلس إدارة النادي الأهلي. رأيك إيه في الموضوع؟ وهي دي هي دي الصعوبة في الموضوع، إنك تحقق إنجازات من خلال صراعات ومن خلال أزمات ومن خلال حاجات أنت مش بإيدك، دي جاية لك متصدرة لك من ناحية تانية، ممكن حد يصدر لك مشاكل مش قادر ينافسك في الملعب فبينافسك في حتة تانية. انت يعني وبيدخلك في مناطق انت ما تقدرش، هو بيوجدها انت ما تقدرش عليها، لا مبادئك ولا اخلاقك ولا الحاجات دي تقدر تخليك ترد عليه. بس المبادئ انتصرت في النهايه 100%، وده طبعا كان رد كبير جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت. وانا بعتبر التتويج ببطوله افريقيا التاسعه كانت خير دليل على الموضوع دوت، ان انت في ظل الكلام ده كله وبتتوج بالبطولة دي في الظروف الكبيرة دي بعد فترة كبيرة، ده يعني أقل رد اعتبار لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي شافه خلال والجمهور النادي الأهلي والجمهور النادي الأهلي. لو هرجع برضو لحتة يعني
ما عندكش فكره أميرة محمد على سعاده الجمهور النهارده بوضع حجر الاساس؟ طبعاً. الناس فرحانه جدا جدا. عارف لما يكون واحد مستني الموضوع ده بقاله فتره كبيره وحاسس انه صعب. صحيح. صعب صعب ويجي ناس وان شاء الله باذن الله الدوره دي هيبقى كذا كذا. الحلم فعلا بقى حقيقه على ارض الواقع. زي ما الاستاذ جمال قال مش مهم بقى يخلص امتى، المهم ان حجر الاساس اتحط. واللي اصعب من كده اللي اكد عليها كابتن محمود النهارده في الكلمه بتاعته ان كان اصعب حاجه هي الموافقات. وعشان كده لازم صعبة. نوجه طبعا. الشكر كل الشكر في الحقيقه لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا. لكل مؤسسه الدوله طبعا. اللي ساهموا بشكل كبير جدا في خروج الموافقات والتصاريح. المفروض ان ده هو يعني زي ما بتقول ايه الثمره بتاعه التعاون بالزبط. اللي بين الدوله بالزبط. وبين اكبر انديه مصر في ان هم يعني حتى زي ما قال دكتور عاصم الجزار وزير الاسكان النهارده قال لك اتفرجوا على المكان ده بعد كذا سنه خمس سنين عشر سنين كل ما يتبني طوبه في الاستاد الجديد اسعار المنطقه كلها هتختلف. ده حاليا هيأثر على المنطقه كلها. عارف حاليا طبعا. مجرد وجود مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد انا ملاحظها كمان زي ما حصل قبل كده في مدينه نصر. بالظبط كده. شركات الاسكان كلها دلوقتي خاصه او حكوميه بتعلن عن مشروعات اسكان بجوار النادي الاهلي، شرق النادي الاهلي، جنوب النادي الاهلي. فخلاص يعني فعلا زي ما قال سياده الوزير هي تعمير، وده داخل في خطه الدوله، يعني في خطه الدوله بالزبط. المصريه ان انت بتعمر الاماكن اللي هي كانت مطروكة كده أراضي الفضاء. تفتكر زي ما أنت بتقول مدينة نصر كنا نعرفها أن آخرها كان مكرم عبيد. أيوة أيوة. مكرم عبيد وخلاص وتلف وترجع. ما كانش في لسه في حصل ما كانتش في حاجة خالص. أنا رحت النادي الأهلي مدينة نصر مع بداياته. لا غير المنطقة اللي حواليه غير دلوقتي خالص. المواضيع دي خالص يعني الناس حاجة تانية. الناس اللي كانت واخدة بيوت هناك في الحته دي وكانت زعلانه بقى حظها كويس قوي ان خدت النادي الاهلي جه ساكن جنب النادي الاهلي. ايوه بالظبط. ما هو الاهلي الاهلي بيكتب التاريخ وبيغير الجغرافيا. صحيح طبعا. كان النهارده حتى الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ حامد عز الدين كان عنوان مهم جدا في رساله هذا الموضوع. الاهلي يكتب التاريخ ويغير الجغرافيا. لا انا تابعت كمان الحلقه بتاعتكم مع الاستاذ حامد لان هو له تعبيراته الخاصه. انا استمتعت والله بالحلقه. عنوانه النهارده ده بصراحه كان بجد يعني لانه هو بيجيبها لك بقى كمان مش مفهوم سطحي، يعني هو بيجيبها لك فعلا بعمق اللي هو يوري لك قد ايه تاثير النادي الاهلي في المجتمع. وده شيء مهم جدا. مش مجرد نادي وكوره وطايره وسله ويد، لا ده مؤسسة. كيان فعلا مؤثر في المجتمع بيتاثر بيه ويؤثر فيه. بالظبط. طيب ده كان كلام مهم جدا بخصوص حدث اليوم والحدث الاهم بالنسبه للنادي الاهلي وجماهيره في كل مكان، وهو وضع حجر اساس استاد النادي الاهلي الجديد اللي ان شاء الله عن قريب يكون بنشوفه على ارض الواقع. ومجرد ما انت حطيت حجر الاساس فانت خلاص خطيت اول خطوه مهمه جدا في طريق انشاء هذا الاستاد المنتظر باذن الله تعالى. عندنا لسه حديث كتير جدا مهم، لكن بعد الفاصل هنتكلم بالتحديد بخصوص الفريق الاول لكره القدم، المواجهات وضغط المباريات الحاليه، وكمان مباراه سان داونز في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب اتكلمنا عن الاستاد واتكلمنا عن حلم جمهور النادي الاهلي بهذا الصرح الرياضي الكبير، نتكلم بقى على مشوار فريق كره القدم في النادي الاهلي. عندنا جزئين في هذا المشوار، مشوار محلي ومشوار افريقي. مشوار المحلي طبعا في تفاصيل كتيره، مباريات كل 48 ساعه الفريق يخلص مباراه يريح يدخل معسكر يلعب. وعندنا مباراه سان داونز الذهاب والاياب خلال شهر مايو الجاري، وفي كلام كتير في هذا الشان. كابتن حشيش، مباريات الاهلي في الدوري، اولا التعادل الاخير مع الجونه وتوالي المباريات والجدول اللي تم وضعه خلال الفتره الاخيره، شايف كل هذه الامور مدى تاثيرها على فريق النادي الاهلي في المباريات المحليه والمباريات الافريقيه والتاثير الاكبر على المنتخبات الوطنيه في فتره قادمه؟ هو طبعا تاثير مباشر، تاثير قوي جدا جدا، شايفينه احنا كلنا من خلال الاداء اللي بيأديه طبعا النادي الاهلي يومين وتلعب الثالث. وبعدين انا بستغرب من الناس بقى اللي يقول لك لازم النادي الاهلي يعمل استشفاء كويس. مهما تعمل استشفاء هتعمل استشفاء ازاي؟ انت النهارده متخلص بالليل الماتش الساعه 11 تريح ثاني يوم
وتلعب يوم يعني بكره معسكر. يعني ما ينفعش باي حال من الاحوال. غير كده كمان انت عارف انت لو فرقه عاديه بتعمل الكلام ده هتقول ما عندهاش الضغط العصبي. لان الضغط العصبي كمان اقوى من الضغط اللي هو طبعا على العضلات او الضغط البدني. انت مطالب ان انت تكسب، انت مطالب ان انت تأدي، عشان جمهور النادي الاهلي بيبقى عايز اداء وعايز نتيجه. المؤجلات حطاك تحت ضغط مستمر. انت عارف لو بتلعب ماتش وماتش والدنيا باينه، انما المؤجلات انت مطالب تكسبها عشان تتصدر. فكل ده بيسبب ضغط. بنشوف تغييرات في اللعيبه سواء بقصد او غير قصد. بقصد انت مثلا شايف واحد مستوى اقل شويه فبتدي فرصه غصبا عنك، في لان اسباب كتيره بقى، الايجاد والاصابه والكورونا والحاجات دي. فطبعا ضغط كبير جدا. انا عايز اقول ان النادي الاهلي هو ده قدره، لان النادي الاهلي نادي بطولات ولازم يأدي كل مباراه على انها بطوله. طبعا طبعا. وعلى العكس اي نادي بيقابل، دايما اقولها في كل مره يا استاذ جمال، اي نادي بيقابل النادي الاهلي بيعتبر الماتش ده بالتحديد بطوله. طبعا صح صح. يعني يبقى ترتيبه في اخر مش فارقه معاه، المهم انه بس هو الماتش ده بالنسبه له هو البطوله. صحيح. هو اللي يسوق نفسه كلعيبه. هو اللي هتكتب له في التاريخ انا لعبت قدام النادي الاهلي وجبت جون، زي ما كان بيحصل زمان. صح. ايام الشبكه العذراء اللي كان بيجيب جون في النادي الاهلي ده، ايام كابتن التاريخ بيفتكره يعني. فلازم النادي الاهلي يعني طبعا يبقى فيه كلام مع اتحاد الكوره، لان طبعا انا مباراه الدوري ماشي على عينه وعلى راسي، انما البطوله الاهم اللي هو النادي الاهلي بقى بيلعب باسم مصر فيها. تمام. دي الاهم، ودي محتاجه دخلنا في الجد. دوري المجموعات في فرصه انك تطلع وتنزل، والمهم تتاهل. دي مباراه انما رايح جاي دي يعني مشكله. أكيد. وبعدين انت خلاص بقى خلاصه المسابقه كلها او الانديه اللي في المسابقه اقوى 8 موجودين. مظبوط. فانت يعني لازم يبقى في راحه كويسه قوي. مهما كان اللعيب من مستوى فني ومهاري، الاجهاد اول بيأثر على تركيزه في الملعب، ما بيبقاش قادر زي ما بنقول. الضغط العصبي عندك مشكله كمان في المباراه الجايه، ان المباراه الاولانيه على ارضك والثانيه هناك، بتلاعب منافس من اقوى المنافسين. انا بقول ان ده نهائي مبكر طبعا، وبقول ان شاء الله اللي هيعدي الدور ده ويكون النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله هو اللي هياخد البطوله السنه دي. بالمقارنه بين اللي طبعا الفرق الثانيه لازم يبقى في استعداد قوي. الاستعداد القوي ده بقى هو اهم حاجه فيه، يكون راحه اللعيبه فتره كافيه قبل المباراه الاولانيه. ده طبعا تحدي مهم من ضمن التحديات اللي هيمر بيها النادي الاهلي على مدار الفتره الحاليه يا استاذ جمال. لكن في وجهه نظرك ايه المنتظر من النادي الاهلي في ظل ضغط المباريات دي، وايه المطلوب كمان من اللعيبه والجهاز الفني؟ انا برضو مش عايز الناس تقلق قوي. تمام. يعني ما نتعاملش مع هذه المرحله معاملة مع الواقع أو الوضع الطبيعي. تمام. لأن ده مش وضع طبيعي. يعني احنا متفقين أن دي مش طبيعي، يعني حاجة غير تسمع. طبيعية لا يتحملها. لو بايرن ميونخ هتلاقيه برضو مرة بيلعب كويس مرة بيلعب وحش. بس أنا وجهة نظري أنه الأهلي هيعدي هذه المرحلة. ونخلي بالنا برضو من نقطة، الناس اللي هي بتصيح كتير وبتاع، انه الاهلي مش بينافس على الهبوط. يعني الاهلي حتى وهو في هذه الظروف الصعبه هو منافس الاول على اللقب اللي هو واخده اصلا. وبالتالي انا بس ليا ملاحظه واحده، هي وجهه نظر شخصيه جدا بتاعت واحد مشاهد عادي. اللعيبه ده وجهه نظر، لا بقول انا بتاع كوره ولا فنان ولا حاجه خالص، انا بقول وجهه نظر مشاهد يعني في كذا مباراه، انه في الشوط الثاني بيلجا مستر موسيماني الى اشراك القوى الاساسيه بتاعته. تمام. قفشه بس حتى يعني انا اقصد اللعيبه اللي هو الاساسيين. انا وجهه نظري انه بيكون الوقت أزف. عدى. يعني بتبقى المباراه دخلت في مرحله اللي هي فيها اعصاب اكتر، والفريق الاخر اللي انت بتلعب ضده غالبا بيلعب على هذه النقطه. فأنا بقول طالما لاعب مقيد في القايمة هيلعب احتياطي أو أساسي، أبدأ قوي، أبدأ بالقوة الأساسية بتاعتي،
لانه لازم انت تلعب على انك تنهي المباريات في الشوط الاول. في الشوط الاول يعني التكتيك او الطريقه الفترة دي. الهدف نفسه التارجت بتاعك لابد يكون عشان ما يطمعش فيك. انا بقولها لك بالبلدي خالص يعني ما فيش كره خالص. والله يعني زي ما حصل مثلا في ماتش انبي بالظبط. انت خلص الاول وعندك الفرصه انك خمس تغييرات هتريح اللعيبه الاساسيين. بقول لحضرتك دي وجهه نظري هي قد تكون خاطئه جدا. في رد بس جمال على دي، في رد بس على دي فنيا يعني. طب يا ريت يعني مثلا نكملها بقى. نكملها بقى. الماتش اللي فات مثلا هو رايح قفشه لان قفشه عامل مجهود كبير جدا المباراه اللي قبلها، بس لعيبه هو على فكره مش معاده على الخط عشان ينزله. هو كان يتمنى ان الماتش يمشي كويس بالظبط، ومش هينزله عشان يريحه، لانه برضه خلي بالك استاذ جمال هو حاطط في دماغه برضه المباراة افريقيا طبعا يعني. وبعدين ان احنا كمان احنا بنتكلم ان احنا قربنا. بص انا مع حضرتك مليون في المية، بس طالما انا هضطر ان هو يلعب جزء من الوقت. هي دي وجهة نظري طبعًا. الشخصية يعني طالما انا مضطر ان هو يلعب جزء من الوقت، يلعب الجزء ده في البداية الى ان يحقق التارجت اللي هو عايزه، بعد كده اتفضل ريح. وخصوصا كلامك كمان يعني بتفق معاه في جزئية ان ايه، ان المخزون البدني مع الاجهاد ده مش هيسعفك الشوط الثاني بالظبط. حتى لو نزلت القوه الضربه بتاعتك، ما هو بقيه الفرقه ما هي بتلعب في الملعب بالظبط استهلكت، لان مفيش حد مفيش واحد هو اللي هيقدر يعمل كل حاجه. انما برضو يعني معلش يا استاذ محمد، يعني هي رغم كل ده السيناريو ده متوقع انه هيحصل لك ضربات. يعني الفرق اللي بتنافسك ده المنطقي. الفرق اللي بتنافسك بتعاني برضو، وتلاقيها الاداء مش هو اللعيبه مش في لأنها المستوى، لانها تيجي تلعب مباراه بعد 15 يوم راحه. لكن في النهايه انت كمان يعني مفروض عليك على طول ان انت تلعب كده. لا ده احنا كده لغايه شهر 9 يعني. خلي بالك بقى مش احنا مكملين كده لغايه شهر 9 السنه اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت. وخاصه ان احنا كل سنه بنقول الموسم بس ده استثنائي يعني. لا بس يعني نعدي الموسم ده، نعدي ده بس، نعدي ده وهنظبط اللي جاي، والسنه الجايه نظبط. انا عايز اقول بس حاجه يا جماعه، ورساله بوجهها طبعا لجمهور النادي الاهلي. يعني بعض الجماهير عشان ما عممش يعني يخفوا شويه على موسيماني بالظبط. الراجل يا جماعه زي ما الاستاذ جمال كنا بنتكلم بيلعب في ظروف صعبه جدا مش ظروف عاديه. وبعدين لو احنا هنقيم الراجل بالنتائج يا جماعه، في احسن من كده نتائج خلال الفتره اللي مسك في فيها بالظبط. في ارقام بتتكلم عنها في احسن من كده نتائج في ظل اللي لسه احنا بظروف اللي بيلعب فيها كل يومين، اصابات كثيره جدا في النادي الاهلي، كورونا معطله القصه كلها. الضغط ده كله وماشي في بطولتين الحمد لله، ماشي في افريقيا وعدى دوري المجموعات، ولو المؤجلات اللي فاضله هيبقى برضه هيتصدر البطوله الثانيه في الوقت ان في الناس كانت بتلعب معاك في افريقيا وخرجت وبرضه يعني. انت فاهم ازاي هو في حتى في لما اي مشاهد اي متابع اي حد من الجمهور يتابع تشكيل الاهلي في المباريات الاخيره، هتلاقي انت عندك غيابات اضطراريه كتيره جدا بالظبط كده. فانت بتضطر يعني خط الظهر مثلا ما هو بيتغير، كان محمد هاني وبدر بنون وياسر ابراهيم ومثلا علي معلول اتغير تماما. انت بتشوف النهارده لعيبه تانيه خالص، رباعي الدفاع غير انا بقول لحضرتك ده غير كل الفريق بيتغير يعني. فلابد برضو ان فعلا ندي الراجل العذر انه يعني زي ما بيقولوا اللي ايده في الميه بالظبط. ولذلك انا ما بقول وجهه نظر، انا بقولها طبعا وانا بره. ما يجيش واحد بقى ما يجيش واحد يا امير يقول لك ايه يا عم ده الف به تثبيت تشكيل. يا عم ما تتكلمش كده شعارات على الفاضي. واحد يثبته ازاي يعني؟ يثبت الراجل بيلعب بيلعب يعني يعني النهارده الراجل بيلعب بتلاقيه اتصاب في اخر الماتش بتدور على واحد تاني. انت بتجيب الراجل الثالث بالظبط في المركز وبتلعبه احيانا ما بتلاقيهوش. ما تشوف سعد سمير لسه راجع واصابه، تعرض لاصابه تاني جددت اصابته. بلاش يا استاذ جمال، الراجل الباك ليفت علي معلول مثلا وايمن اشرف ومحمود اشرف ومحمود وحيد وبيلعب واحد من الناشئين يعني من الاشبال. وعلى فكره الولد ده في الاشبال انا متابعه ما بيلعبش باك ليفت اصلا، بيلعب ديفندر نص ملعب. فكون انه يلعب تحت ضغط كنا نلعب تحت ضغط في الظروف دي ده هايل ما شاء الله عليه. يعني بيلعب بالبدائل المتاحه. طب قول لي المدرب يعمل ايه بقى؟ لا ما هو بيلعب بصاحب البدائل المتاحه. قبل ما تنتقل يا امير لجزئيه ثانيه عشان ننتقل لموضوع ثاني،
هطرح السؤال عليكم انتوا هحضركم طبعا استاذ كابتن حشيش والاستاذ جمال الزهيري، هي المعادله الصعبه دي يعني جت بسبب ايه؟ يعني انا من خلال رأيتي مثلا او قراءتي لشروط المسابقه، كابتن حشيش حضرتك في منطقه القاهره وعارف شروط المسابقه، الاتحاد الكوره كان حاطط رولز في البدايه، قال لك لو انا هلعب مباراه افريقيه داخل مصر ما بين المباراه المحليه والافريقيه 4 ايام، تمام، ولو هلعب مباراه افريقيه خارج مصر ما بين المباراه المحليه والافريقيه عشان الفريق يسافر 5 ايام. ضرب عرض الحائط بكل ده في الشروط وراح فجاه حط لك مواعيد المباريات ما بين المباريات الافريقيه عشان يجبرك انك تطلب تاجيلها عشان تلعبها بدون لاعبي المنتخب الاولمبي دون وجود حوار ومائده حوار ما بين الاتحاد. امر واقع يعني. امر واقع وطريقه أمر واقع. انا بصراحه يعني كراجل صحفي او اعلامي رصدتها ما عجبتنيش الطريقه، ما عجبنيش الاسلوب، وفيما معناها انت بتجبر الانديه على يعني تعامل على اتجاه معين بالاضافه لده انت المفروض كلجنه ثلاثيه برئاسه المهندس احمد مجاهد راجل عضو في اللجنه المنظمه لكاس الامم الافريقيه السوبر في قطر يوم 28 مايو والاجراءات الاحترازيه عشان تدخل الفقاعه الطبيه محتاجه 72 ساعه، تيجي تحط لي اليوم اللي هسافر فيه ماتش عشان لما اطلب تاجيله يبقى انت عملت جميله معايا واجلته لي وهلعبه بدون لعيبه المنتخب الاولمبي؟ المعادله دي شايفينها ازاي؟ وانا مش شايف ان في دور للاتحاد في مساعده النادي الاهلي افريقيا بصراحه باعتباره بالجدول اللي نزل ده. هو يعني المفروض طبعا يعني مجلس اداره النادي الاهلي يتدخل في الموضوع دوت لان الوضع مختلف دلوقتي. النادي الاهلي بيمثل مصر في البطوله الافريقيه زي ما قلنا طبعا. فلازم يبقى في تدخل من يعني لازم في قعده جلسه حوار زي ما بيقولوا. اللي انا بس عايز اقوله هو ده مش دفاع عن الاتحاد الكوره ولا حاجه، عايز اقول ان هو مزنوق طبعا في الوقت نتيجه للمؤجلات اللي حصلت تمام خلال الفتره الاولانيه وضيق الوقت، وهندخل على موسم جاي ولسه احنا بنتكلم على دور تاني طويل وكبير لسه الدنيا ما خلصتش، فهو معذور في بعض الحاجات ولازم بيبقى فيه مرونه. الاهم حاجه ان اللي انا بقولها وفي اعتقادي يعني ان هو مفيش، لان انا شفت برضو ناس بتتكلم ان الاتحاد الكوره متحامل على النادي الاهلي او الاتحاد الكوره استاذ جمال يعني قاصد يعمل الكلام ده في النادي الاهلي. لا، هي مش مساله قصد، هي ممكن تكون سوء تفكير، سوء يعني ترتيب، سوء تصرف اوضاع يعني. سوء تصرف انما مفيش حد هيقصد ان هو يعني يعادي النادي الاهلي بكيان النادي الاهلي بجمهور النادي الاهلي بتاريخ النادي الاهلي الفريق الوحيد اللي بيوصل البهجه للمصريين كلهم وحاصل على الانتصارات اللي بتسعد المصريين كلهم. فما اعتقدش ان الاتحاد في الظروف دي ان هو يكون بيعادي النادي الاهلي او بيعمل حاجه ضد النادي الاهلي، انما هي ممكن سوء تخطيط. انا معاك بيدفع وده نتيجه برضو يا استاذ جمال لتداخل الفتره اللي فاتت اتحاد اتشال ولجنه خماسيه ولجنه ثلاثيه، ولجنه ثلاثيه دي ما بداتش من اول الموسم ما حطتش جداول، عايزه تلغي اللي عملته اللجنه الخماسيه. رؤساء لجان في الاتحاد مشيت وجي ناس ثانيه، يعني عارف كل اللخبطه دي حاصله والبطولات الكتيره والماتشات الكتيره، وهي دي اللي ممكن تكون بس يعني ويمكن برضو اضافه لكلام حضرتك في نقطه اخرى، انه احيانا بحس انه اتحاد الكوره محرج انه يستجيب او يريح النادي الاهلي. هو مش بيريحه مجامله، هو بيريحه لانه هو ظروف النادي الاهلي مختلفه دلوقتي عن الفرق الاخرى. المعادله عند اتحاد الكره يحلها يخفض عدد انديه الدوري في السنه اللي جايه. لا، الفكره ايه اللي انا اقصده ايه يا ابو حميد، انه انت النهارده عارف النادي الاهلي عنده ارتباطات غير افريقيا، كمان عندك السوبر الكذا والسوبر الكذا طبعا. والحاجات دي كلها انت لا عايز تعملها، يبقى لما انت تكون عايز تعملها لازم تساعد النادي المرتبط بارتباطات اكتر صحيح. في ان انت ما لا 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 تضع في اعتبارك انك هتتهم بالمجامله، خاصه ان هو مفيش حد بيمر بنفس الظروف. كمان نقطه تاني مهمه، المهندس احمد مجاهد يمكن رد على موضوع بعد 30/9 دي، انا شبه اقتنعت بيها ان هو في ماتشات للمنتخب مهمه جدا، دي مهمه قوي ارتباطات المنتخب يا جماعه. هو ما بصش النادي الاهلي بس، وهو فتح الباب برضو يعني الحق يقال، هو فتح الباب لانه لو النادي الاهلي استغنى عن لعيبه المنتخب الاولمبي في بعض المباريات ممكن تتلعب اثناء الاولمبياد كمان. تمام. واعتقد بطوله العرب اللي جايه دي كمان، واعتقد النادي الاهلي كمان تقدم او سيتقدم طلب لطلب لتاجيل مباراتين لعمل بس نوع من
التريح شويه يعني. صحيح. ما تبقاش العمليه طيب. بالقسوه دي يعني. صحيح. طيب في جزئيه مهمه جدا عايزين نتكلم فيها تتعلق بمروان محسن او بالتحديد الحاج محسن والد مروان. والنهارده كان ليه بعض التصريحات الاذاعيه واللي اتكلم فيها عن مروان بما انه هو الاب يعني وبيبقى دايما الاب احنا عارفين بيبقى دايما حريص على ابنه ان هو يظهر ويلعب ويبقى مؤثر مع الفريق وبالتحديد لما يكون لاعب متواجد داخل النادي الاهلي لكن هو انتقد بشكل او باخر محمد شريف. شفنا بعد كده مروان نزل تويته او اتنين وهنعرضهم لحضراتكم دلوقتي وبيتكلم فيها زي ما حضراتكم شايفين كده قال لم يكن لدي اي فكره عن ما قاله والدي وفوجئت به اليوم. محمد شريف من افضل المهاجمين في مصر حاليا وشهادتي فيه مجروحه انا بعتذر له وبعتذر لكل زمايلي عن اي كلمه بتصدر من والدي. وانا عجبني جدا في مروان ان هو سريعا بعد ما التصريحات دي ظهرت راح كاتب التويته دي عشان يبين قد ايه العلاقه مميزه جدا ما بين لاعبي النادي الاهلي. وبالمناسبه محمد شريف كمان رد عليه بستوري على انستجرام بصوره ليه مع مروان او تعليق يعني وقال اخويا يعني وبيشكره وده كان شيء مهم ابن البلد. جدا ابن البلد تقريبا اخويا ف او زي ما حضراتكم شايفين كده فده كان امر مهم جدا ان الموضوع ان الموضوع يخلص بشكل سريع. بس احنا عايزين نقول لمروان حاجه يا مروان بعد اذنك يعني في ودن كده الحاج محسن قول له ايه بلاش التصريحات خالص وخلي الفرقه مركزه وخصوصا ان دايما دايما اللعيبه كلها بيبقى علاقاتها ببعض كويسه وقلبهم على قلب بعض دايما. اقول يعني على الجزئيه دي هي رد مروان لغى خالص طبعاً طبعاً الحته طبعاً اللي قبلها وبعدين هو بالمناسبه مروان لازم لعيب محترم ومؤدب جدا ووالده كمان. انا عايز اقول لك حاجه بص عايز اقول لك حاجه اي حد في الدنيا عنده ابنه اغلى طبعاً حاجه طبعا طبعا وابنه كان بيلعب وكان متالق وكان 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 وان شاء الله هيلعب وهيتالق تاني كده فهو ما نعتبش عليه في حاجه صح يعني صح انت فاهم ازاي لانه خلي بالك برضو لما يكون دي حاجه صادره من واحد في الوسط سواء مدرب او كذا او كذا كنت ممكن يعني تعتب عليه انما ده راجل بيتكلم عن اب واللي حكمه العواطف بتاعته طبعًا. بيتكلم عن ابنه كل واحد فاكر ان ابنه احسن لعيب في الدنيا اكيد, أكيد. تمام هو طبيعي هو لعيب مميز طبعا بس هو رد مروان جه في وقته اكيد هو بشكل سريع زي ما بيقولوا وقد الفتنه طبعا طيب يعني جاءت فقره السحور انا شامم شامم الريحه انا حسيت ان انتم خلاص مش قادرين بقى لا لا خالص لسه مركزين معانا شيف محمد ايه الاخبار؟ انا جاي لك دلوقتي انا في انتظار حضرتك جاهزين ان شاء الله؟ في انتظار حضرتك كابتن محمد حشيش استاذ جمال اكيد في الانتظار حضرتك طيب نطلع لفاصل وبعد لحظات ودقائق قليله نروح بسرعه للشريف محمد ونشوف بقى السحور النهارده يمكن الريحه عايز اقول لكم عامله جو في الاستوديو غير طبيعي مش التلفزيون بيطلع برضه الريحه دي ولا ايه هنشوف تقنيه نخرج لفاصل وبعد الفاصل مكملين مع حضراتكم السهره الجميله سهره برنامج الاهلي في رمضان احب اهنئ النادي الاهلي متمثلا فيه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره وجميع اعضاء مجلس الاداره والجمعيه العموميه والجماهير عامه طبعا يعني طبعا حدث تاريخي الحمد لله ان احنا بنشهده النهارده وان شاء الله هيبقى فيه احنا دورنا كشركه استادات كدوله كشركه وطنيه ان شاء الله هيكون لينا دور كبير في الحدث ده واحب طبعا اهنئ الدوله المصريه على المجهود العظيم بصراحه اللي بتتحرك فيه في ملف الرياضه طبعا بشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا وجميع الوزراء اللي ماسكين الملف ده وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هنشوف يعني دور اكتر واكتر للشركات الوطنيه لتنفيذ الخطه دي. اخد منك كلمه سريعه ومش هعطلك سيبي لكن بتشوف دور مجلس الاداره ازاي الفتره اللي فاتت في ظل ازمات عديده لازمه كورونا ويمكن ما كانش في موارد وازمات عديده لكن الكل بيشتغل في كل اتجاه اللحظه دي كبيره جدا وطبعا شكرنا كان للدوله لان لولا الموافقات ولولا الامور دي ما كناش هنشوف الحلم النهارده. طبعا المجهود واضح جدا جدا هو النادي الاهلي كمنظومه بتمثل يعني احد منظومات الدوله المصريه وهي ماشيه بنفس الاستراتيجيه وبنفس الخطه السريعه جدا فالحمد لله قدروا ان هم يعدوا كل العقبات اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت ويعني وكمان الانديه الاخرى وده اللي هنشوفه برده ان شاء الله الفتره الجايه لان احنا هدفنا النهوض بالرياضه المصريه عامه فاتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله والف مبروك للنادي الاهلي. طيب
طيب دي كانت تصريحات المهندس سيف الوزيري رئيس شركة استادات الوطنية، وأكيد تصريحات كانت مهمة بخصوص حدث اليوم وهو وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي الجديد. احنا دلوقتي في فقرة السحور، وطبعا لسه منورنا ومشرفنا الكابتن محمد حشيش واستاذ جمال الزهيري مع الشيف محمد عبد الباقي خطاب وزميلي محمد سعيد وحسن كمان. فاحنا اكيد الناس سمع بقى، قول لنا الاول يا شيف كده ايه الانواع اللي عملها لنا النهارده في السحور؟ النهارده في ده اومليت. كنت عايز اقلب انا اللي بعملها. ما هسيب لك، هسيب لك واحد. في عندنا مجدره، عندنا جبنه بالطماطم، عندنا بطاطس بوريه بالكزبره والثوم، سلطه بلدي، فروت سلط، عندنا زبادي بالخلاط مضروب بالنعناع، عندنا فروت سلط، فراوله. ده عالي قوي النهارده. طبعا ده غير الفول والطعميه. فول اسكندراني يا شيف محمد. غير الفول والطعميه. الله، ايه هتدوق يا محمد ولا ايه؟ ده لا هنحط بقى، يلا بقى نجهز. طيب خلينا نسال طبعا الكابتن محمد حشيش، ايه الانواع اللي انت بتفضلها اصلا في السحور؟ بص انا يمكن قلت الكلام ده قبل كده، انا الاكل ده اخر حاجه بالنسبه لي. الله. سواء غدا، سواء فطار، سواء سحور. يعني السحور مثلا ممكن زبادي وخلاص. بس كده. على الفطار شوربه وما يعني. الكلام ده ما ينفعناش خالص. خالص. فانا الفقره دي فعلا يعني ماليش فيها قوي يعني. طب نشوف السحور. انا معاكم جدا. دايس معانا. خصوصا البص. الطبق اللي فيه محمد سعيد ده مستر جايزوري طبعا. والطعميه بقى انا ركز معايا شويه. دول بقى انا فيهم معاكم. واعتقد انتم متفقين برضه. طبعا. امال ايه؟ لا يعني بالاضافه للحاجات الجميله دي اهو. 5 دقايق ولا 5 دقايق؟ طيب خلينا. طيب استاذ جمال، نتكلم بالتحديد عن الذكريات الرمضانيه والاجواء الرمضانيه بالتحديد في ما يتعلق بمباريات كره القدم، واكثر تحديدا بخصوص مباريات النادي الاهلي. ايه المباراه اللي انت ما تنساهاش للاهلي في رمضان؟ والله بص، انا يعني بص، مباريات النادي الاهلي غالبا المباريات دي بتكون مباريات، اولا ما فيش مباراه للنادي الاهلي مش مهمه. طبعا افتكر لي انت كده. لا والله. والله حتى الوديه، حتى المباريات الوديه بيبقى التركيز من الجمهور ومننا كاعلام وصحافه، يعني في وقت بقى الصحافه اللي كانت شديده قوي يعني كان هي اللي موجوده، فكنا ممكن جدا بنفطر في الجورنان يعني عايشين حياتنا يعني، وبنتابع اول باول طبعا، سواء من خلال وتواجدنا في الجريده او من خلال ان احنا بنروح نغطي الماتشات وكده. يعني مش مباراه محدده بصراحه، لكن عموما وانت هتعلم ده ومحمد يعلم ده كويس، ان مباريات الاهلي في التوزيع في الصحافه المصريه كانت الناس كلها بتنتظر النتيجه وبتتابعها يعني، فكان بالنسبه لنا اولويه رقم واحد يعني. كابتن حشيش، تتذكر مباراه لعبتها في رمضان في عز الصيام؟ ده كان مباراه ما انساهاش ابدا، وكانت يعني كمان خارج مصر في افريقيا. فضلت افريقيا، وكنا بنلعب مع كابتن جاري، وكنا بنلعب فرقه اسمها هايلاندرز من سوازيلاند. سوازيلاند. طبعا مش عايز اقول لك الجو في افريقيا يعني العادي، ما فيش يعني بلد هتبقى متميزه ابدا، كله الجو صعب جدا وصيام، والكابتن جاري كان عايزنا نفطر. كان عايز ان انتوا تفطروا. عايز ان احنا نفطر، لان ما هو هي رخصه كده مش كده، عايز يراهن على ان لا صوموا مباراه هامه ومع فرقه مش قويه قوي، بس يعني برضو ما تضمنش الظروف ايه. ففعلا يعني في بعض اللعيبه فطرت والغالبيه كانت صايمه، ادينا مباراه يعني غير عاديه وكسبنا في المباراه دي. شوف بقى في سوازيلاند 5-0. انا فاكر الماتش ده. المباراه دي عندي الشريط بتاعها، هذه ان شاء الله للقناه قريب يعني. لا ان شاء الله كابتن حشيش عنده حاجات قد كده، خلي بالك في التاريخ. بس مش عايزين يدفعوا. انت عارضها للبيع. ايوه بالظبط. اعرض المباراه للبيع. اعرض المباراه لاعلى سعر. وخمسه فتره كده. بعض بعض اللعيبه فطروا، بس الغالبيه كان احياء صايمين طبعا، على راس اللي كان صايمين طبعا الشيخ ربيع. اكيد. طبعا ملوش حل يعني، كان الكابتن جوهري بيتكلم في حته ثانيه، هو مصمم يعني. طيب اخيرا واحنا بنختم معاكم، عايزين رساله من استاذ جمال ومن كابتن حشيش لجمهور النادي الاهلي اللي دايما بيبقى حابب جدا في الايتو ان هي تشوفها
في احسن شكل وبالنتائج المطلوبه، وفي ظل الفتره الحاليه اللي بيمر بيها الفريق سواء من حيث الاصابات، ضغط المباريات، ظروف كتير جدا متعرض ليها. ايه الكلمه تبتدي تقولها؟ انا يعني بمنتهى الشفافيه بقول لجمهور النادي الاهلي ما تقلقوش على فرقتكم. النادي الاهلي حتى لو تعثر في مباراه قريب، ما كانت سموحه ولا كان مباراه سموحه خسرنا ومباشره استعاد الفريق، كسبنا ماتشين ورا بعض ام بي ومصر مره اخرى وكسب ماتشين بشكل كويس، والنادي الاهلي في طريقه الى قمه الدوري. فانا بشوف انه ان شاء الله ما فيش قلق على باذن الله. كابتن حشيش، بطمن طبعا الجمهور وبقول له ما تقلقش، مزيد من الدعم ان شاء الله للعيبه ومزيد من الدعم للجهاز الفني. عندهم مباريات صعبة جاية، الدوري لسه طويل جدا جدا، عايز نفس طويل. ظروف النادي الأهلي أو موقفه دلوقتي إن المؤجلات إن شاء الله بإذن الله يتصدر، والنادي الأهلي زي ما أنتم عارفين لما بيتصدر بيكمل. لا يتنازل. بطولة إفريقيا مهمة عشان إن شاء الله تبقى العشرة السنة دي، زي ما بقول الدور اللي جاي ده أنا بعتبره نهائي مبكر، إن شاء الله الأهلي يتخطاه ويوصل للنهائي وياخد البطولة بإذن الله. كابتن محمد حشيش، إحنا بنشكرك، نورتنا وشرفتنا، وهنتسحر مع بعض بإذن الله. إن شاء الله طيب. إن شاء الله. أستاذ جمال الزهري، نورتنا وشرفتنا وسعداء بالحلقة معاكم بالتأكيد. زميلي أمير هشام، أنا بشكرك بالتأكيد. دايما يا رب، رمضان كريم. حلقة كانت مهمة جدا يا جماعة، اتكلمنا في تفاصيل مهمة، ويمكن من حسن حظنا النهاردة وضع حجر الاساس لاستاد النادي الاهلي والحديث عن هذا الحلم. حظنا كل حلقه يا محمد، خلي بالك. الحمد لله كل يوم سبت. وعايز اقول لكم السبت الجاي ان شاء الله باذن الله ممكن برضو نحضر حاجه تبقى مفاجاه قبل مباراه الزمالك ومباراه سان داونز، خاصه انها هتكون الحلقه الاخيره بالنسبه لنا بالتاكيد في الاهلي في رمضان، لان كل يوم بالتاكيد معاكم زمايلنا في كل يوم وحلقات مختلفه في الاهلي في رمضان وسهره رمضانيه. بنشكركم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي في رمضان. شكرا لحضراتكم، وروحوا تسحروا والى اللقاء. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.